ونحن على أبواب امتحانات البكالوريا، أود أن تحدثنا على قصتك مع التلميذة اللي كانت باش تعدي الامتحان لكن تم منحها من قبل الإدارة بسبب السروال اللي فيها شوية تقطيع صغير، إلا ما دخلت أنت وانقذتها. هو أنا خذيت الملف ومش نمشي للقاعة متاعي. أنا عرفت كيفاش تلفت، شفت تلميذة تبكي، معناها تبكي بشهقة، معناتها جيت باش نقدم شوية ما نجمتش. أنا راني ضعيفة قدام مجموعة التلامذة، ضعيفة ضعيفة ضعيفة، قد ما أنا قوية في قسمي، قد ما أنا قوية في داري، قد ما في اللحظات الحاسمة راني لا. فقلت روحي عاد نتجه للقاعة، نر على التالي ونمشي لها نسألها. يا أخي قالت لي راهو خاطر وقفوني سروالي هكا تقطيع ويلزم نبدل دارهم بعيدة ما تنجمش، وتعرف في الباك بعد وربع سعي، فهمت. في اللحظة هذيك ما نعرفش كيفاش، هو أنا وقتها لابسة سروال جينز وما فيهش تقطيع، وهي تقطيع صغيرة، هو أنا راني ما مانيش نشجع وقتها، وما ما فهم حتى شيء في مخي، حطيت عبارة بنتي وما انتها شلون وكهو خذيتها هكا. فما بيرو يظهر يحطوا فيه الكراتب ولا حاجة هكا، قلت لها إجا لهنا، سكرنا الباب ويلا أي نبدل وأنا وياك في ساعكا. ولات هي مسموح لها عندها مظهر انها تدخل، ومشيت انا دخلت، ما كلمني حد الحق للأمانة، ونحييه المدير هذاك راهو معناتها قوانينه الداخلية انا ما ندخلش فيها، والحق راهو كان يجيب احسن نتائج في الليسي نتاعو. امام فما لحظات فارقة، الانسان انسان، معناتها نحكي على روحي انا ضعيفة قدام المواقف هذيك مصيرية. فالحمد لله عديت ونجحت من الدورة الأولى معناتها. يعني كان ما دخلتش أنت تجاه التلميذة، كانت نجم لقدر الله الطفلة ذيك تروح وتدوب معناتها. الله أعلم، أنا هاكا لقيتها واقفة تبكي ما عندهاش حل اللحظة هذيك، علم الغيب عند الله شكون شنو كان ممكن أن يصير، الله أعلم. المهم هي موقفة مش تعدي. أنا بالنسبة لي أنقذتها ما وعملت اللي يلزمني نعمله معناتها. ويعطيك الصحة الحقيقة، موقف نبيل وموقف مشرف برشا، يعطيك ألف صحة. الحادثة هذه والقصة هذه تم توظيفها في مسلسل فلوجة، رأيك في التوظيف عجبك ما عجبكش؟ مش نفسه بس على علاقة وقتها كان كريت التلميذة والأستاذة، ما نعرفش التلميذة كيفاش تقبلت، فهمت. زيد مش دوفور سانتيز وسط العام، لا أنا ممكن راهو كان هكاك، ممكن ما نعرفش، ما نحبش ندخل في الإدارة والقوانين الداخلية متاع الإدارة، خاطر تقول لك أنا هكي قوانيني وعندك فرصة باش تعاود دوفورك، فهمت. أما باك معناها مصيري، فهمت. ولو إني ساعات تصير لي، نتذكر زاد في بداياتي عندي دوفور وتلميذ هكا في الصف، ما عادش القيم وقتها ما عجبوش كيفاش تلميذ واقف في الصف خرجوا، فهمت. يا اخي انا قلت له عنده دوفوار معناها، فما ما كاش مش في بالي اني قاعده نتدخل في عمل القيم، بو خلاها تخلى عدى دوفوار. وما بعد عيط لي المدير وقتها وفهمت، ونزلت جديده معناتها وكيفاش تتدخل وهكا معناتها، ما انا والله ما قصدتش راني نتدخل في عمل القيم ولا، فهمت. اما ما نعرفش ديما انا ضعيفه كي نلقى تلميذ في موقف هكاك يلزمني نجي معاه. بون المسلسل نعرفش التلامذة مش هكاك زيادة، نعرفش انا نقري في صفاقس، صحيح عندنا راهو هكا انفلاتات مش لهك الدرجة معناتها، فهمت. ممكن كان عندي تمنيت لو كان السيناريست اتصل بيك باش تروي له. انا كلمني وقتها الهادي زعيم، قلت له حاجة انا شفتها في الجزء الثاني تعملت، قلت له التلامذة ماهمش هكا، ماهوش تلامذة المدن فقط، راهو فما مشاكل اخرى نتاع تلامذة الارياف هكا، فهمت، النقل وال فهمت. اما اي كان ما نعرفش، كان شاوروني مش كان شاوروني بقى، كان قالوا لي مثلا طلبوا راي، طلبوا اكيد ساعه، ما قلت لك انا نكتب وعمري احداث واحداث واحداث مع تلامذة اللي مريض واللي يعاني من صعوبات في النطق واللي حركيه فهمت، الكل كيفاش نستوعبوهم، كيفاش نحببوهم، كيفاش في الاخر عندي قصص وقصص وقصص مع تلامذة.